الخير مشاهدينا الأحبة، والله يصبحكم بالخير والعافية وين ما تكونون، وطيب أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من برنامج صباحكم عافية، اللي رح نتناول به موضوع جديد ومحور جديد بالتأكيد يخص المجال الطبي والصحي والتغذية المناسبة لجسد الإنسان، بالأخص أنه إحنا نمر في عصر أو في وقت فيه العديد من الأمراض اللي لازم يكون عندنا خلفية ثقافية بالكم الكبير من المعلومات لأجل التغذية المناسبة حتى نتجنب الوقوع في هذه الأمراض، وبالأخص المزمنة والوراثية. من هذه الأمراض المهمة جدا واللي تصيب لربما ثلث الناس حول العالم هو الحصى اللي يكون في الكلى. شنو الأسباب لهذا الحصى، وفي أي عمر تكون، وهل هو بسبب سوء تغذية أم بسبب أمراض مزمنة أم غيرها؟ في حلقة سابقة تحدثنا عن عمل الكلية بشكل جيد وعن تغذيتها الأفضل والأنسب، واستكمالا لتلك الحلقة نستكمل اليوم مع الدكتور طالب الزيدي استشاري باطنية وأمراض الكلى لأجل أن نفهم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك دكتور، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور. دكتور، في حلقة سابقة تحدثنا عن أهمية وظائف الكلية وارتباطها بالقلب، اليوم نريد نتحدث عن مرض الحصى الموجود بالكلى. نعم. شنو أسبابه؟ نعم. وطرق علاجه، لأنه هو أكثر من طريقة له. العفو، بالنسبة لموضوع الكلى، الحصى اللي موجود بالكلى، أسباب متعددة ممكن تؤدي إلى تكون الحصى في داخل الكلى. قسم من عندها أسباب، يعني إحنا نقول أسباب وراثية عند الإنسان. الحصى أيضا أسباب وراثية. نعم. عامل وراثي بالعوائل، عندهم طبيعة جسمهم يولد نسبة أملاح عالية، اضطراب في إنتاج الأملاح. اضطراب في انتاج الاملاح او خلل في افراز الاملاح، الجسم يتخلص عن الملح عن طريق الكلى، فهي واحده من الاسباب الاساسيه اللي تؤدي الى الكلى. مرات اسباب اكو جراحيه، مثلا يكون توسع في حوض الكليه، توسع في حوض الكليه ممكن يؤدي الى حصى الكلى. اسباب اخرى مثلا خلل في حامضيه الكلى، يعني الادرار قد يكون قلوي او حامضي ازيد من اللازم ممكن يؤدي. طبعا هذا يعكس نوع الغذاء اللي يتناوله الانسان، كميه السوائل اللي يشربها في داخل صحته في داخل الكلى ممكن يؤدي الى تكون الحصى عند الانسان. اكو اسباب غير معروفه، طبعا هو جسم راسا بين فتره والاخرى يسوي الحصى. نقطة مهمة طبعا اكو نوع من انواع الالتهابات تؤدي الى تكون الحصى. نوع الاغذية، الغذاء له دور اساسي، خصوصا مثل تشكيلية الكاكاو والسبيناغ اللي يكثر من عندها هاي. مرات التعرق الزايد، قلة شرب الماء دائما الانسان ممكن يؤدي الى هذه عوامل تساعد على تكوينها. طيب هي احجام. نعم. هل هناك حجم نقدر نسميه انه طبيعي لربما يصيب الانسان وحجم غير طبيعي وانتك من الخطوره؟ اي طبعا، بصراحه هو اي حجم اقل من 5 ملم هو مقبول عندنا طبيا. نعم. يعني ما اعتقد هم يحتاج له وايد، سهل العلاج. 4 3 ملم ممكن. لحد 7 ملم ممكن يعني علاجها بالعلاجات الطبيه. المشكله لما يكون حجمها 8 ملم واكثر، وقع حصى يصل حتى 3 سنتيم او اكثر بعد من هذا الموجود، او ما يسمى بقرن الغزال، اللي طبعا هنا ماكو فائده من العلاج الطبي، تتطلب انه تداخل جراحي اما بالناظور اما فتح الكلى واخراج الحصى. هنا يعتمد على حجم الكليه، حجم الكليه العفو، حجم الحصوه اللي هي موجوده في داخل الكليه. بس عموما اذا اكثر من 1 سنتيم طبعا يجب ان يكون هناك تداخل جراحي اما على شكل ليزر او على شكل عمليه. طيب هي ليش تصير هذا الحجم؟ يعني الاسباب اللي يخليها تكبر الى هذا الحجم، هل هو بسبب تراكم انه الشخص هو ما يراجع، ام انه هو جسمه قابليته تتقبل هكذا؟ احنا نعم. في علم الكلى اكو مشكله مو بس بالحصى. نعم. الناس دائما اكو شغله يعني دائما هي اللي يقعون بالخطا وتصير مباغته حتى تؤدي الى الفشل الكلوي. طيله ما اني ما عندي اعراض اشعر بها بالوقت الحاضر ما يروح يراجع عليها بصوره عامه. يعني هسه ابسط مثال، ضغط، السكر، طيله ما مسوي لي مشكله واروح واجي اني ما عندي مشكله، لحظه اللي يؤدي الى فشل كلى ويجي راجع. طبعا وجود حصوه بالكلى وقرن الغزال مثلا، خلينا نقول حجمها 10 مليم يعني 1 سنتيم، ما مسببت له مشكله، لا الم، لا التهاب، لا كذا، يعوفة. هاي الحصوه ممكن تكبر، ممكن تكون بؤره مال التهابات تاثر على وضع الكلى، ممكن تؤدي الى عجز، مشاكل في داخل الكلى، فما راح يراجع عليها بصوره الانسان، لان اكثر ناس تتعامل ويا اعراض، ما يتعامل ويا نظره مستقبليه وحذر من المرض. عنده اعراض قويه مسببت له مشكله حاليا يراجع. وهي طبعا اغلب الامراض اللي تصيب الكلى
هي امراض صامته. هاي الرساله لازم احنا يفعل ذلك. ان الانسان اللي عنده ضغط، اللي عنده سكر، اللي عنده حصى بالكلى، يجب ان يراجع الطبيب ويعالج هذا الاضطراب الموجود. طيب دكتور، يعني اللي افهمه من حضرتك انه هي اعراضها ما راح تبين مباشره، انا شلون راح اعرف هذه الاعراض؟ شلون راح اقدر اشخصها؟ اكو قسم من عندها حاد راسا، اذا نزلت بالحاله بتسوي الم مدمر، حتى لو بالليل يجي المريض يعيط من الوجع وصايره، هذا يسمونه المغص الكلى والحاد. اكو قسم لا، تبقى مستقرة، السبب توسع بحوض الكلية ويبقى هذا التوسع بالمستقبل راح يأثر على الكلية. أكو قسم من الحصى يسوي فقط التهابات في التهاب أو مشاكل في داخل الكلية حسب الأعراض اللي موجودة. ومرات لا، بالصدفة نسوي سونار لغير سبب نلقى أكو حصى بالكلية. اها، يعني لربما احنا رايحين على علة تطلع لنا علة ثانية. الله يكفينا ويكفيكم الشر. طيب دكتور، شلون اقدر افتتها؟ يعني هذه هي حصوه، احيانا يقولون ليزر، احيانا مثل ما تفضلت حضرتك تداخل جراحي، واحيانا يعني نسمع انه هاي هي راح تروح بالادرار من خلال العلاج. شنو اسهل طريقه؟ طبعا بالنهايه كلها مؤلمه. نعم، احنا طبعا اكو نقطه نصيحه عامه نوجهها للناس، انه لما تكون اكو حصوه بالكلى وصار عندك مغص كلوي شديد، اختفاء الالم لا يعني انه المشكله انحلت داخل الكلى، دائما مسكنات، من يختفي الالم عنده يعوف الموضوع. وبالنتيجه ورا فتره، احنا اي حصوه تنزل بالحالب او هذا ورا فتره ممكن تؤدي الى تلف بالكليه، وهي الفتره مو هواي، يعني اسبوعين اذا الانسان ما عالج الحصوه، حصوه نزلت سببت انسداد، خلال اسبوعين ممكن تؤدي الى تلف بالكليه. اختفاء الالم او اختفاء الاعراض لا يعني انه الحصوه طابت وانتهى الموضوع، يجب متابعتها بجهاز سونار. في حاله وجود موجوده الحصوه اكو طرق للعلاج، وطرق سهله وبسيطه. ممكن هذا الازول الليزر هو احنا اللي احنا نسمونه زين، بالمستشفيات موجود ومتوفر وما بي اي الم، قد يكون شوي اثناء تفتيت الحصوه تنزل املاح تسبب مشاكل بسيطه، ممكن ننطي علاج مسكن آلام. هاي واحده من الطرق. وممكن الان هسه التقنيات المتطوره بالسنوات الاخيره يستخدمون الناظور، يدخل للكليه يقلعها ويطلع من عندها، تكسير وسحب الحصوه خارج الكليه، وتقنيه طبعا جدا ممتازه وباقل التاثيرات. وممكن الخطوه الثالثه في حاله انه بالحالتين ما صارت، ممكن عمليه جراحيه. اذن الطرق الثلاثه تستخدم في علاج الحصوه. هنا الطرق الوحيده فقط طبعاً. هذه الطرق يعني ماكو طرق انه اقدر استخدم علاج بالبيت، نوع من انواع الحقن مثلا، نوع من انواع الحبوب؟ هذه لما احنا بدنا نتكلم عن حصوه معقده جراحيه حجمها اكثر من 1 سنتيم. بس الحصى اللي حجمها تقريبا 6 مليم، 5 مليم، 7 مليم، تعرف الكلى تتجمع دائما على اليوريك اسيد، على نسبه اليوريك اسيد، اكو لها بؤره دائره مدايره. ممكن نستخدم هاي الادويه الاعشاب الموجوده اللي المعتمده عالميا. ننطي، ممكن ننطي الدول هايبورك اللي يقلل نسبة الأملاح، ممكن شرب الماء، ممكن معالجة الالتهاب. هاي إجراءات بحد ذاتها يسمونها وقائية، مثلا شرب الماء، معالجة الالتهاب، استخدام في بعض الأحيان الأعشاب الخاصة بالمعتمدة. هذه الإجراءات ممكن بحد يعني تحد أو تعالج لنا الحصى إذا كان حجمها أقل من 7 ملي. طيب دكتور، هنا سؤال مهم، يعني هسه هو المواطن راح يطرح على المشاهد، أنه أنا ما أعرف إيش وقت أشخصها، وخما أنتظر لحد ما أوقع تماما يلا أعرف أنه أنا عندي حصوة بالكلى، وما أريد ألجأ بنفس الوقت لهذه الطرق العلاجية اللي هو بس واحد يسمع بها يخاف، يعني ليزر وتداخل جراحي وغيرها بالأخص للأعمار الصغيرة. فبالتأكيد أكو طرق لأجل أن أتجنبها، وهذه الطرق راح تكون من خلال تغذية صحية مناسبة. وبالأخص يعني أخص الشريحة الصغيرة بالعمر اللي مثلا تحت ال 15 ويصير عندهم هيك شيء، هل بالإمكان أنه يصير عندهم؟ وبالأخص أنه أنا كأم أو ربة بيت أنا مسؤولة عن تغذيتهم، شنو التغذية الأنسب؟ وشلون أقدر أشوف يعني هل هناك علامات تظهر مثلا اصفرار الوجه، تغير لون العين أو غيرها؟ طبعا احنا الرسالة اللي نريد نوصلها للناس يعني الحصى بالأطفال مو فتح ظاهرة عامة، مظاهرة عامة، يعني وجود الحصى عند الأطفال اكو اضطراب. دائما احنا قلنا اكو اسباب وراثية لتكون الحصى. تكون الحصى بعمر مبكر عند الأطفال يشير او قد احد دلالات انه وجود اضطراب في وراثي في افراز الأملاح او انتاج الملح داخل الجسم. هذا لازم يخضع الى فحوصات تامة وعامة، وخاصة اكو بيها مثلا امراض اضطراب في حامضية الكلى. اضطراب في حامضية الكلى ممكن يؤدي لي إلى هذا. بصورة عامة احنا حتى نمنع ونشخص مبكرا، طبعا جهاز السونار هو واحدة من الطرق البسيطة. أي واحد يشك أو عنده بالعائلة
أو جسمه سابقا عنده حصوة، أو بالعائلة جسمهم يكون حصوة، أو هو مثلا عنده جفاف أو خضع المشاكل أو الشك، أنه ممكن يسوي فحص بسيط هو السونار يحل لنا المشكلة. السونار طبعا جهاز فعال ويكشف لنا الحصوة بنسبة بدقة عالية خاصة هسه في عدة أنواع وما بي مضار جانبية، ممكن يعمل سونار وتنحل المشكلة. طيب وبيجي حال شنو الأغذية أو التغذية المناسبة لأجل أن أتجنبها؟ طبعا ما أريد تنصاب عائلتي بها. اي طبعا بالنسبه للاطفال وبالنسبه للكبار طبعا الاكثار من الشكليات السبيناغ، الاكلات اللي ممكن تحتوي على نسبه اللحوم الحمراء، طبعا اللحوم الحمراء الفاصوليا هذه، ممكن الكاكاو والحلويات، هذه كلها ادويه تحتوي غذاء يحتوي على نسبه عاليه من الاملاح، هذا سبب غذائي. مو كل اسبابها طبعا هي غذائيه، اضطراب الغذاء، البرنامج الرياضي مطلوب اصلا لسلامه الكلى وتقليل الحصى، قله شرب الماء اصلا لها دور في تكوين الحصى. شنو يعني البرنامج الغذائي دكتور؟ البرنامج الغذائي يعني احنا مثل تطرقنا في حلقات سابقه انه الاكل، هذا البرنامج الكيتو دايت اللي ناس تعتمد فقط على البروتينات الان، ما لازم يكون متوازن، نقلل من السكريات، نقلل من الدهون، نقلل من الكربوهيدرات، يكون زيادة بالخضروات اللي هي موجودة، هذه أساسيات للعمل كله. شرب الماء بكميات كبيرة وخصوصا في وقت الصيف، تعويض السوائل المفقودة بالتعرق أثناء الأجواء الحارة، وخصوصا نسعنا صيف، خصوصا نسعنا صيف شوفوا مقبلين على أجواء حارة، الإنسان يفقد سوائل هواي. جفاف الكلية أحد الأسباب الأساسية في تكوين الحصى. زين، المحافظة على الوزن المثالي طبعا مهم جدا، السمنة واحدة من الأسباب اللي تسبب مشاكل بالكلى وتسبب اضطرابات في عمل الكلى. ممارسة الرياضة باستمرار، يعني احنا البرنامج الرياضي مطلوب في كل الحفاظ على صحة الجسم. هاي لكل الأعمار هذه النصائح والكلام لكل الأعمار. نعم. ممارسة الرياضة الآن حتى ضغط الدم والسكر والسمنة وكذا، الكلى مو معزل عن بقية صحة الجسم، هي واحدة واحدة، الكلى تتأثر. الآن برنامج رياضي مطلوب من الناس، مطلوب نص ساعة إلى ساعة، خمس مرات بالأسبوع. خمس مرات بالأسبوع، نص ساعة إلى ساعة الوقت. خمس مرات بالاسبوع، نوع الرياضه المطلوبه يا اما تكون سباحه يا اما يكون بايسكل يعني دراجه او جهاز الجري او المشي السريع البريسك احنا نسميه، هذا اختصاصنا احنا بالبيت. البريسك يعني الحركه السريعه. ذن الانواع الرياضيه مدتها نص ساعه الى ساعه، كم عاده خمس مرات بالاسبوع، المحافظه على الوزن المثالي، الاكثار من شرب الماء، الغذاء المتوازن، هاي كلها اسباب تحافظ لنا على الكلى. طيب دكتور حضرتك اتطرقت للعامل الوراثي. يعني أكثر من مرة تطرقت لهذا الأمر. أنا كأم يعني هل بالإمكان أن أعرف أنه أنا عندي وراثة بهذا الجانب أنا أو زوجي لغرض أن أتلافى هذا الأمر لأولادي مستقبلا، أم أنه لا هو شيء يعني إجباري لازم يصير؟ طبعا احنا الفحص الوراثي هو مو فحص روتيني، كل طفل احنا يخضع الفحص الوراثي. نعم. إذا كان أكو مرض بالعائلة، نعم، مثلا اكو صفه سائده للمرض واكو صفه متناحيه. اذا كان اكو مرض بالعائله وموجود ومشخص عندنا، بقيه افراد العائله